الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثير خير الدين. تشكر الإخوة اللي نتمنى هذا الدواء هذه، كنشكروا جميع من حاضر. الإخوة تحدث الأخ الأول هضر على الأخر على شريف فبراير. شريف فبراير بداية تاعها أنها كانت حركة قوية وكان عندها واحد الحضور في الشارع، لكن تفاجأنا على أن هذا الإحسان اللي خرجت من يقول الشباب هذا الإحسان من حركة شريف فبراير، حركة شريف فبراير ما بقاتش تعطي الحكم تاعها. خرجوا تاع شوف هذا الإحسان، سأل المجتمع علاش خرجوا؟ قالوا لهم واش حنا تسولوا واش عندنا ملي كتخرج تضرر ولا تسولوا ما كيجيبوش؟ يعني هذا كيبين على أن حركة شريف فبراير كانت كتستغلها جهات معينة. المسألة الثانية اللي هضر على الشباب داخل شبكة العدالة والتنمية، اللقاء المؤتمر الملتقى تاع طنجة وملتقى اللي كانوا كافيين باش على أنهم يعطيو لكم العدد تاع الشباب اللي حضروا. المسألة الثالثة تاع مسألة ما تعلق بالكوطة، أنا كنعتبر على أن المسألة ليست هي مجرد كعكة يجب تفرقها بالتساوي، وإنما هي مسألة مبادئ، مسألة مؤهلات. عندك مؤهلات تفضل، ما عندكش مؤهلات سير تسدد المؤهلات تروى. مسألة أخرى على أن العزوف تاع الشباب على السياسة، ما كاينش شي شباب اللي كتلقى وغادي تكون هي هذا الشباب. أنا كنقول باغي الشاب اللي غادي يتولى مناصب وما كيديرش دورات تكون مفتوحة، ما عندهاش من عدم التنمية كديرها في الدورات الشهرية بالشراكة مع مجموعة من الشركاء تاعها بينها حركة توحيد الإصلاح، إلا هما اللي كيديروا كل واحد دورات مفتوحة وكيفتحوها للجميع. في حين على أن الباقي ما كاينش، كما عمر شي شاب باش جات الأحياء قالت جات الأحياء وكيقول لك ولا دور الشباب كيقول لك يعرفوا بنفسهم ولا، يعني هذا هو اللي كيجعل على أن الشباب يعزز عن السياسة وكاين هناك شوية من طرف الشبيبات العمل الحزبي والعمل السياسي وكل قبيلة.